السلام عليكم ورحمة الله. حاب أتكلم معكم اليوم عن جوانب تربوية للأحداث الأخيرة اللي حصلت في المنطقة ككل. كما تعلمون انتشر فيروس كورونا الجديد وأدى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في كثير من الدول، من ضمنها تعطيل المدارس. ومن المعروف حسب بعض الدراسات والإحصائيات والنماذج الرياضية أن تعطيل المدارس من شأنه تأخير ذروة الوباء، أي وباء كان، لمدة أسبوعين تقريبا، وهو أيضا يساهم في رفع كفاءة احتواء الفيروس لما يقارب 25% حسب هذه الدراسات والنماذج الرياضية. ومثل هذه الإجراءات الاحترازية من شأنها أن توجد تحديات مختلفة. ضمن هذه التحديات هي بقاء الأبناء لفترات طويلة داخل المنزل، مما ينتج عنه ضعف حركتهم، زيادة في الأوزان، أحيانا إشكاليات ذات طبيعة نفسية، لأن الطالب متعود في هذه المرحلة العمرية، إذا تكلمنا عن الابتدائي أو الإعدادي أو حتى الثانوي، أن يكون لديه اختلاط علاقات اجتماعية مختلفة، فيتم حدها عندما يبقى الطفل أو المراهق في داخل البيت لفترات طويلة. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، أن أي أزمة تحدث هناك جوانب سلبية فيها، وهناك نوع من الفرص التي تتيح مثل هذه الأزمات، وأريد أن أسلط وأنظر للموضوع من زاوية إيجابية حتى نبحث مع بعض ونتفكر نتدارس بعض الأفكار أو بعض النماذج التي يمكن أن نحتذي فيها للتعامل مع مثل هذه النوع من الإشكاليات. من ضمن الفرص اللي تم إتاحتها في الوقت الحالي هي وجود المدارس الافتراضية، بمعنى أن أبنائنا اليوم عليهم أن يطوروا من مهاراتهم التي تتناسب مع القرن 21. إحنا الآن في قرن التكنولوجيا، في وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، فأبنائنا لديهم اليوم فرصة كبيرة جداً أن يستثمروا وأن يطوروا من مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا بطرق أكثر إنتاجية من خلال التعليم الافتراضي. وحتى نتعامل مع التعليم الافتراضي في المنازل بشكل أكثر جودة، دعوني أقترح لكم نموذجين، طريقتين للعمل. نريد أن نوجد مجموعة من العادات اليومية وكذلك روتين يومي للعمل ضمنه. العادات أو الروتين من شأنها أن تساعدنا وتعيننا على التعامل مع التغيرات الموجودة وبقاء الأبناء في المنزل لفترة طويلة. حينما نتحدث عن العادات، فنحن نريد أن نوجد لدى أبنائنا الذين يبقون في المنزل لفترات طويلة مجموعة من العادات التي تعينهم، تساعدهم، تخليهم يقدرون يتجاوزون التحدي الموجود أمامهم. واحدة من العادات المهمة في هذا الوقت هو تعليم أطفالنا على عادات النظافة الشخصية، أن يغسلوا أيديهم. الإنسان اللي يتوضأ 5 مرات في اليوم، من شأن هذا الوضوء وهذه العادة أن تخليه يعتني بنظافته الشخصية أكثر وأكثر. إذن هذه واحدة من العادات الأساسية التي علينا أن نعلم أبنائنا عليها، سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو تعزيزها لدى أبنائنا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية. كذلك أيضا علينا أن نعزز لدى أبنائنا عادة تناول الطعام الصحي. إذا مكث الطفل في البيت لفترات طويلة، فيمكن أحيانا أن يفرغ الشحنات العاطفية الموجودة لديه أو الغضب في الطعام. هذا سلوك اعتيادي لدى شرائح واسعة من الأطفال أو المراهقين. فإحنا عشان نوفر لهم البيئة المناسبة داخل البيت، علينا أن نوفر الطعام الصحي اللي يفرغون هذه الشحنات في داخله. إذن هذه العادة رقم 2. العادة رقم 3، لابد أن نطلب من أبنائنا ونعودهم كذلك على ممارسة بعض التمارين الرياضية. إذا كان لدينا في البيت أجهزة رياضية بسيطة مثل الدراجات اللي ممكن نسوي عليها تمارين داخل البيت فهذا جيد، أو إذا كان عندنا حوش في البيت نخلي أبنائنا يتحركون في داخل الحوش، في داخل مناطق واسعة شوي، حتى يمارسون رياضة ولو كانت بسيطة. وفي هناك عشرات البرامج على اليوتيوب اللي تعلم الأطفال أو المراهقين أو حتى في المرحلة الثانوية ممارسة بعض الأنشطة والبرامج الرياضية. من العادات اللي يوفرها لنا أيضا تواجد الأبناء في البيت هي عادة الجلسات العائلية. يمكن أن نستثمر بقائنا، لأن حتى الأهل مضطرين أن يمكثوا في البيت لساعات طويلة، فهذه فرصة، وفرصة كبيرة جدا، وفرصة عظيمة لتقوية أواصر العلاقات الأسرية بين مختلف أعضاء البيت. وبالانتقال الآن للحديث عن الروتين، والروتين عادة يرتبط ببرنامج يومي. يجب علينا
أن نوجد لأبنائنا روتين يومي حتى لو كانوا قاعدين في البيت. نعم لازم يكون عندهم روتين. في الوضع الطبيعي الروتين كان يفترض أن الطفل بيصحى بوقت مبكر، بيروح للمدرسة، بيمكث في المدرسة للساعة 2 أو 3، بعدين بيرجع البيت، بيكون عنده دراسة، ممكن يرتاح شوي، النوم المبكر وهكذا. هذا كان جزء من الروتين اليومي. إحنا بحاجة أن نوجد لأبنائنا في البيت روتين يومي، وأنا أتكلم عن أبناء في المرحلة الابتدائية الإعدادية وكذلك الثانوية. يعني خلونا نحدد لأبنائنا وقت يستيقظون فيه من النوم، الساعة 7 أو 8 أو 9. بعدين نحط جزء من روتينهم اليومي هو الجزء الدراسي. ودعوني أقول أن وجود مدارس افتراضية أو التعليم الافتراضي يساعدنا على إيجاد هذا النوع من الروتين. فأبنائنا مطالبين أن يقوموا بساعتين، 3، 4 ساعات، 5 ساعات بحسب المرحلة العمرية وبحسب المرحلة الدراسية، أن يمكثوا على متابعات مع مدرسينهم في التعليم الافتراضي. فهذا جزء من الروتين اللي ممكن يحصلون عليه. من الروتين أيضا الخاص بوقت النوم، لازم نحدد لأبنائنا وقت نوم، لأن إذا ما كان عندنا روتين قد يضيع اليوم بدون ما يحس فيه الإنسان. إحنا الكبار إذا ما كان عندنا روتين نمشي عليه تضيع منا الكثير من الأوقات. إذن النقطة هذه نقطة مهمة جدا، هي روتين، جدول، استيقاظ، دراسة، أوقات لعب، أوقات مشاهدة التلفزيون، أوقات قراءة، وأيضا العودة إلى النوم مرة أخرى في وقت مبكر. والأسرة لها أن تحدد موعد النوم، سواء كان الساعة 9، 10، 11 حسب المراحل العمرية المختلفة. إذن هذه نقطة ثانية أيضا مهمة جدا وهي الروتين اليومي. النقطة الأخيرة التي أريد أن أنهي بها حديثي، نحن هنا في المدرسة وفرنا إرشاد افتراضي يستطيع أبنائنا في مختلف الأعمار أن يدخلوا على إيميلاتهم عن طريق إيميلاتهم الجوجل ويدردشوا ويأخذوا محادثات قد تكون مطولة حسب الحاجة مع المرشدين. أوقات الإرشاد الافتراضي تبدأ من الساعة 10 إلى الساعة 12، ولكن في حالات إذا اضطر المرشد ممكن أن يمكث مع الطالب فترات أطول من ذلك. شكرا جزيلا لمتابعتكم واستماعكم، ونرجو أن تكون هذه الكلمات مفيدة ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله.